تحياتي لكم واهلا بكل الاصدقاء متابعين حلقه جديده من مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. طبعا التحيات لكل الاصدقاء المواكبين على متابعه برنامجنا. موضوعنا اليوم موضوع مهم لانه حياتي بامتياز والكل عم يحكي عنه، عم نحكي عن لقمه الخبز، عن الرغيف يلي ممكن ان يكون محمي من الجميع، ولكن وقت اللي بنسمع انه القمح مسرطن منقول انه خبر مرعب، ولكن بقاموس الرعب منقول انه هذه المصطلحات ممنوع او يمنع استعمالها حتى في الحروب والحروب الشرسه. كيف ببلد حر عايش باطار رقي وامن وامان؟ ما رح ندخل بالنواحي السياسيه اللي ممكن بلدنا عم بيواجهها من فتره وبتمنى انه يوصل الى بر الامان، ولكن اسمحوا لي اليوم انه نستعطي كل المعطيات وكل المعلومات عن هذه القضيه مع ضيفنا نقيب المخابز والافران في بيروت وجبل لبنان النقيب علي ابراهيم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك سيدي. وقت اللي بنقول نحن قمح مسرطن ونقول هذا الخبر مرعب، طبعا نحن ننظر الى الوزارات المعنيه ونقول مفترض بين وزارتي الصحه والاقتصاد تكون النتائج مبرمه وواضحه، وبكون العزاء انه الجميع من المسؤولين احل هذه القضيه الى النيابات العامه. بالانتظار نقدر ناكل خبز ونطمن ونقول نحن يا جماعه بعدنا نتمتع بالامان الغذائي على الاقل. بصراحة والله هي كانت سبق وانحكى بالموضوع. نعم. وهي كانت مفاجأة، يعني انه المفاجأة انه يحكوا بقصة القمح. نعم. ويرعبوا العالم لانه قصة القمح والرغيف الناس فيها تستغني عن اللحمة عن الجبنة عن اللبنة. نعم. عن فيه. بس الرغيف الخبز انه ينحكى فيه ويصير فيه سجال، هذا كان مفروض ما كان لازم يصير. هي معك انت بتمنى ناخذ معطيات لنقلب الصفحه ونقول على خير يا رب. ان شاء الله، لانه بس نحن لما بنسمع وزير بقول هيك ووزير بقول هيك، يعني نحن كاصحاب افران صار عندنا قلق. نعم. صار عندنا قلق كبير من الموضوع، لانه نحن بنعرف انه قبل شهر وقبل شهرين وقبل 3 أشهر اتاخذ عينات من الخبز مش من القمح، من الخبز، وتبين انه وبلسان الوزراء اثنيناتهم. نعم. قالوا لنا الخبز سليم وما في شيء لانه بفوت على درجه حراره 800 و900. شو صار من بعد هالمده؟ يعني نحن عم نسال انه شو صار من طب بعد العينه من وين اتخذت؟ البعض بيقول انه قد تكون يعني عينات من شاحنات مهربه، البعض الاخر قال من الاهراءات، البعض الاخر قال من شاحنه امام المرفأ. يا ريت بتوضح لنا اليوم كنقيب المعطيات اللي عندك، العينه التي ارسلت لاي مختبر اليوم؟ وانا كنت اتمنى بهذه الحلقه يكون معنا اتصال مع معهد البحوث العلميه الصناعيه، ولكن يبدو اليوم منشغلين بافتتاح مقر لهم بغرفه التجارة. هو كله اليوم عم ينشغل. هذه القصه الحساسه الكبيره، يعني ما المفروض انه ما بقى ينحكى فيها، مشان هيك بفتكر هذا عم اقول مشغول وهذا عم اقول مشغول وهذا مشغول. طب معرفته من وين العينه اتخذت؟ لحد هلا ما حدا عارف من العينه اللي اتخذت. شو رايك؟ ما حدا، بس انا بعرف انه تاخذ عينات من الخبز من حمايه المستهلك. نعم. الاسبوع الماضي 12 عينه طلعوا صدرت نتائجهم بالشمال، ونفس المصدر اللي نحن بناخذ منه القمح. نعم. ببيروت هو زيته نفس المصدر اللي بيودوا منه على الشمال. نعم. لان بمرفق بيروت. نعم. بمرفق بيروت 12 عينه مطابقين للمواصفات من الخبز. نعم. ما هو من الاساس كان المفروض يتاخذ عينات من الخبز. نعم. لانه نحن ليش بدنا ناخذ لما صارت هالقصه مفروض نجي ناخذ عينات من الخبز. طب ليش الخبز اللي عم ناكله؟ ليه عم بيقولوا قمح مسرطن؟ والبعض يعني اشار يعني بلفتة نظره وانتقاد سميها ما شئت لوزير الصحه، وكان عم بيحصر الاصابات او القمح المسرطن محصور فقط بالقمح الروسي. ما هون المشكله، ما نحن ليش القمح الروسي اليوم؟ ما هون نحن صار في عندنا شك. نعم. قال القمح الروسي استقصينا انه ما في عندنا قمح امريكاني، مش موجود قمح امريكاني. طيب كيف يعني نقال قمح روسي والامريكاني انه ما في شيء بس وامريكاني مش موجود؟
مشان هيك صار عندنا نحن شك وعلامه استفهام. انعملت مقارنه بشيء غير موجود عندنا يعني. ايه مش موجود. قمح امريكاني ما في موجود، موجود عندنا قمح روسي وكندي واسترالي بالاغراءات، امريكاني مش موجود. يعني المعطيات اللي هي عندكم انتم بالنقابه بنقول انه بعدكم عم تشتغلوا بشكل طبيعي. بشكل طبيعي. السوق تاثر في ناس عم بيجوا يسالوكم. لا ابدا، بس الناس عم تقول اعطيني ربطه مسرطنه. يعني اخذوها بالنكات والمزاح. يعني شو بدها تعمل؟ الناس شو بدها تعمل؟ انا عندي احد الزبائن بكيت. خبز مسرطن. في احد الزبائن بكيت. ليه خايف؟ اول ايه خايف بدها تاخذ خبز بدها تاكل طعمه اولادها وعم بيقولوا لها انه الخبز مسرطن. نحن اليوم كواقع افران عندنا افران جيده ونظيفه. نعم. اكيد يعني لما صارت تحسنت الافران كثير بظل الحمله اللي عملوها سلامه الغذاء الافران عم صارت اكثر عم عندها مراقبه ذاتيه يعني كثير نظيف الفرن. بس انه هي المفاجاه اللي طلعوا لنا اياها مسرطن وغير مسرطن ما بعرف نحن مش هيك بالعمل. شو تبريرك يعني لهذا الكلام بهذه المرحله؟ يعني مع كل التقدير يعني لمرحله سلامه الغذاء وللحملات اللي عم بقوم فيها معالي وزير الصحه، ولكن كان في تباين بينه وبين راي وزير الاقتصاد الى ان كان اجتماع ثلاثي وقال احيلت القضيه للنيابه. طبعا يا ريت صار هالاجتماع الثلاثي قبل ما ينقال. اذا كانت تبويس اللحى وهذا هالقد طيب كانت تكون قبل هذه، اذا كان في شيء منه هذا الموضوع ما كان لابد من حكى بالاعلام عرف الخبر. تاثر شغلكم اليوم بصراحه ولا لا؟ لا لا ابدا ما تاثر. لا لا ابدا، الناس بدها تاكل. شو بتعمل الناس؟ ان في يستغنوا عن الرغيف؟ ما في يستغنوا عن الرغيف. طب نحن اليوم عم نحكي عن قضيه وقلت انت بنتمنى انه ما بقى نحكي فيها. نعم. ولكن ان تقلب الصفحه يعني على بعض العلامات من الاستفهام. لا هلا الصفحه راح تقلب هلا بقرار من مين؟ في 12 عينه طلعوا بالشمال من الخبز. نعم. هلا كم يوم حيطلعوا ببيروت وبكل المناطق. نعم. عينات من الخبز ساعتها بتقلب الصفحه. بالانتظار. بالانتظار. من شهرين اللي نقيب حكى عن هذا الموضوع. صحيح، حكى عن هذا الموضوع وكنا نحن قابلنا وزير الصحه وقابلنا. نعم. وزير الاقتصاد وقالوا لنا الخبز سليم ومعافى، هن اثنيناتهم. نعم. قالوا لنا الخبز السلعه الوحيده اللي ما فيها شائبه كانت هي الخبز. طب بكل المعطيات وقت اللي نحن بنقول انه خبزنا سليم وبنقول كل المنتوجات الغذائيه سليمه، يعني انتم مفترض عليكم كاتحاد كنقابه تكونوا على صله مباشره مع المعنيين لاستيضاح بعض الحقائق. نحن على صله بعد هذه يعني الاخبار المرعبه المسرطنه اللي سمعناها. كيف كان لقائكم مع المعنيين وعلى اي اساس تم التواصل معهم؟ والله فعلا نحن كنا حنبادر وناخذ عينات للفحص. نحن كاتحاد نحن كنا لما طلعت الضجه نحن كنا راح واذ نفاجئ صباح الثاني يوم صباحا. نعم. حمايه المستهلك بكل الافران ببيروت عم تاخذ عينات. نعم. مشكورين. بس لهلا انا اتصلت بمدير حمايه المستهلك مشكور وقال لي انه في 12 عينه بالشمال طلعوا لانه هناك اسرع ما بعرف المختبر انه. نعم. ايه طلعوا سليمين وما فيهم شيء بانتظار بيروت وبانتظار بقيه المناطق. يعني سيدي مع كل الثقه والتقدير لكلامك وللفحوصات اللي طلعت، ولكن بنقول يعني لا يجوز الا ان تظهر النتيجه حقيقيه مثل ما هي. اكيد مفروض ما فينا نجامل. ما فينا ابدا خاصه بهالموضوع. اكيد ما فينا نجامل. ولكن انت برايك لو تم التعاطي مع هذه القضيه بطريقه بعيده عن الاعلام مفروض كانت ادت غرضها اكثر. المفروض تصير هيك يعني. نعم. لان احنا عم نحكي برغيف الخبز. نعم. ما عم نحكي بأي سلعة، عم نحكي برغيف الخبز مرعب، رغيف الخبز مرعب. طب اليوم نحن بس نحكي عن رغيف الخبز من خلال القمح، بنكون عم نطال يعني باقي حدث ولا حرج. أكيد يعني تصور يعني شو بده ياكل؟ معكرونة، كرواسون، بيتي فور، جاتو، اللي شو في خلص ساعتها ما بده ياكل شيء. طب هالواقع اللي نحن عم نحكي فيه على صعيد كل لبنان. نعم. يعني من خلال دوركم من خلال كل المحطات يعني التوضيحيه اللي انتم قلت لي نعمل فيها كثير مقابلات لحتى نقدر نوصل ونقول هذا هو الواقع، ولكن استمرار البحث مثل ما نحن بنعرف انه من زمان يعني دوريا انتم فرانكو الابواب مفتوحه. نعم. لحتى كل الناس يقدروا يتاكدوا من معنيين ومسؤولين. انا مش من اول مره. نعم. مش اول مره مديريه حمايه المستهلك بتاخذ خبز من الافران، مش اول مره. نعم. مش اول فعلا مش اول مره. ما هي الكين سمينا مديريه حمايه المستهلك رايحين جايين، وزاره الصحه بتيجي كمان دوريه عم تعمل، بس هذه اول مره بتطلع الضجه على رغيف الخبز. طب ولكن سيدي وقت بتقول انه تعبينكم يعني، ولكن في جمعيات ايضا معنيه بواقع المستهلك مثل وجمعيات بالمراقبه. دكتور برو يعني المواقف بدنا انه الدكتور برو يحكي حكي واقعي للناس. أي. مش بيحكي وثاني يوم بسحب كلامه. حصاد لبنان سحب. نعم. كلامه قال انا ما عم بحكي عن خبز العربي لانه مش مزبوط. شو عم نحكي عن الخبز؟ عم يحكي عن المناقيش قال.
موثق بصوت لبنان هذا الحكي. هذا حكي. هذا يعني كلام معيب. يعني هذا كلام معيب. شو فرقت المناقيش عن الخبز العربي يعني؟ يعني نحن ما لنا علاقة بالمناقيش، نحن كنقابة ما لنا علاقة بالمناقيش. بس طحين طحين والقمح قمح والناس عم تاكل. لا ما هو ما حكى، هو ما قال إنه هو حكم، أنا كنت معك بفتكر بوقتها. تفضل. قال الخبز الأسمر بحطوا له دبس. نعم. قال بلونوه وهذا شيء مش مزبوط، عارن عن الصحة. إذا عنده دليل فضل يقدمه. عندنا نحن قمح يستعمل الطحين الأسمر ولا ما عندنا؟ عندنا كيف ما عندنا، هو أسمر. ما هو أسمر مش أبيض ملون. لا لا أبيض أسمر مش ملون. هو بده يفتري على الناس، هو الدكتور برو عم يفتري على الناس وعم يتجنى. يعني نحن كل مرة بركي بده يوعي الناس، كل أي ناس بدك تحكي بدك يكون في عندك دليل حسي. بعدين صار عنده الخبز اللي بضاين، الخبز اللي بضاين صار عنده مش منيح. كيف بنحط له مواد كيميائيه؟ شو بتقول انت؟ هذا الخبز اللي ضاين هو اللي منيح واللي مصنع وما فيه رطوبه. طول عمرك يعني انا بس اشتري ربطه خبز قديش ليه بتضيني بالبيت؟ كيف ثلاث اربع ايام بلا براد وبالبراد قد ما بدك، بالبراد قد ما بدك. نعم. هو عم يقول قال هذيك اليوم رينا نحن عن لسانه انه الخبز يوم يومين كان يعطن، هلا بطل يعطن. يعني انت بدك خبز يعطن يعني ليكون منيح؟ نحن عم نحكي عن نسبه الرطوبه فيه، او ما هو اللي بيعطن في رطوبه بيكون. نعم. اللي بيعطن يعني عم يسحوب رطب من قلب البطن. طيب كان في خلاف سابق بينكم وبين لبنور، ايه انحلت بهذا الموضوع؟ لا يعني احنا كنا مختلفين، هني بدهم 25 رطوبه وانتم ونحن بدنا اياها 26.5. شو الدرجه ونص بتاثر وهي هلا عم تطلع يعني. طب بدي استوضحك يعني بموضوع عم نحكي نحن هلا اتينا على هذا الموضوع كثير مهم. اليوم وقت اللي نحن بنقول خبز من دون ملح من دون سكر، وقت اللي بنقول خبز بالاعشاب، وقت اللي بنقول خبز، كله مبني على القمح مش صحيح؟ صحيح صحيح كله مبني يعني على هذا الخطر والخبر المرعب اللي بتمنى لا يكون مرعب بعد ظهور النتائج. بنقول انه نحن رايحين الى حل واضح لحتى نقول انه كل هذه المنتجات سليمه. نعم. ولكن تقنيا يعني من خلال دورك كنقيب، نعم، هل يصح الخبز من دون ملح او من دون سكر ويؤدي الغرض المطلوب طبيا؟ بصح بس شكله بيطلع احلى بالسكر. احلى هو بصح بس شكله بيطلع احلى لونه لانه بيلون وبيعطي طراوي شوي. وباقي المصنفات اللي عم نحكي عنها نحن بالاعشاب وغيره، هي الاعشاب بضيفوها للطحين. لا. يعني بحطوا نسبه يعني يمكن بال100 كيلو يحطوا 2 كيلو او 3 كيلو. الشوفان البروتينات وغيرها. الشوفان يعني انا بغلط لما بقولوا خبز شوفان. نعم. لما بقولوا خبز شوفان. نعم. لا مفروض يقولوا خبز مع الشوفان مش خبز شوفان، مش مبني على اساس عجينه الشوفان. الشوفان لا تصح. شوفان مر. نعم. يعني اذا بنعجن شوفان بيطلع خبز مر. الشوفان ماكسيموم بحطوا 30%، ماكسيموم بحطوا 30%. نعم. بس بيكتبوا خبز شوفان. لا مش صحيح خبز شوفان. طب كل المعطيات اللي نحن عم نحكيها من خلال دوركم انتم كنقابه بنقول هي تحت المراقبه ذاتيا، عم بحكي انا كاتحاد وكنقابه، قبل دخول حمايه المستهلك وقبل دخول وزارات الاقتصاد والصحه. اكيد نحن دائما بنوعي ونحن دائما بنعمل برمجه، ودليل على ذلك شوف انه الافران كيف صارت نظيفه ومرتبه وحلوه. اكيد. طب اليوم بالمصطلحات اللي بتنحكى، القمح يلي بنستعمله نحن للخبز المرقوق كمان طالوا الشك نفس الشيء، مش انه نوع معين. لا لا نوع لا لا ابدا ما في. هذا هالقمح عم يجي من الاهراءات اللي محطوط بالسلوات. بس انا بعرف انه لما بينزل القمح يعني، نعم، لما بينزل بتيجي الباخره بتوقف على البور بتاخذ وزاره الزراعه بتاخذ منها عينات. نعم. بفضوها بالسيلو، بفضوها بالسيلو اذا كانت مطابقه. بالاول الزراعه، اول شيء الزراعه، اذا كانت مطابقه بتتفضى بالسيلو. بس تفضل بالسيلو وزارة الاقتصاد وزارة الزراعة بعد شهر، هي شهر أكثر، كل شهر بدهم ياخذوا عينة ويفحصوها. كل شهر عندنا كميات لأكثر من شهر. أكيد. طيب كيف صارت مسرطنة؟ ما بعرف أنا كيف صارت مسرطنة بالسيلو. طيب شو قراءتك، شو هو تفسيرك بكل صراحة للي عم بيصير اليوم؟ ما فيني فوت بهالسجال إذا كانوا وزيرين مش سجال ولا وزراء. نحن عم نحكي عم نحكي عن قضية بتهم خبز المواطن. يعني الرغيف اللي هو أساس بحياتنا. طب أنا ما بعرف ممكن الإنسان يأكل خبز حاف من شهر كان منيح وبعد شهر صار مش منيح. نعم. طب هني لازم يوضحوا كيف. يعني إن شاء الله فصول هذه القضية تنتهي على خير. يعني بدي أسألك سؤال بيتعلق بتركيبة الأسعار. اليوم غلي البنزين 500 ليرة، المازوت غلي، يعني بوقت كنا عم نطالبكم من كم يوم بمقابلة السابقة تفضلوا يا جماعة كل شيء رخيص لازم تزيدوا لنا، ومشكور الوزير زاد 50 جرام. نعم. هالخمسين جرام بنقدر نقول بعد كل هذه السجلات رح تكون بخطر وترجع تنسحب إذا طلع إيه؟
أكيد. اليوم نحن اتفقنا على 10 و300 على 10 و300. نعم أنتوا اليوم أنتوا اليوم اليوم صرنا فوق ال 10 و300. يعني اليوم صار تانك المازوت فوق ال 10 و300. قد ايه ما بعرف اليوم قد ايه بس أكيد أكثر من 10 و300. لا نحن مش على بكره رح نحكي، ما بننطر 200 ليره و500 ليره، بننطر مثل ما هذيك اليوم نزلت نتفي عن ال 10 و300 طلعت هلا عن ال 10 و300. أكيد ما مش بهالسرعة من روح وزارة الاقتصاد ومن طالب. طيب نقيب، ورح استفيد من وجودك معنا لحتى نحكي عن واقع العمالة يلي أشار لها معالي وزير العمل وبيقول أنه مفترض يعني أن تكون كل المؤسسات يعني خاضعة للعمالة اللبنانية والإيد العاملة اللبنانية، ولكن من قبل الحروب وقبل المعاناة والكل بيعرف أنه اللبنانيين ما بيشتغلوا بالأفران، إيدنا بزناره وخاصة من باب النار وعلى الأفران. يعني بهذه المرحلة أنتوا قد بتعتبروا حالكم معنيين بأنكم تكونوا تحت القانون وتحت سقفه، ولكن في ظل استمرارية مصالحكم إذا بتشوفوا أنه الخطر الاستعانة باللبنانيين قد لا يأتي بالواجب المطلوب؟ نحن عبر التقال وحضرتكم من ناشدوا لمعالي الوزير إذا عنده شي 500 شغيل لبناني نحن حاضرين نشغلهم، بس يكونوا يعرفوا يشتغلوا بالفرن. مش حيلا شغيل، نحن هلأ 500 شغيل لبناني إذا منوظفهم نحن على مسؤوليتنا نأخذهم منوظفهم بالأفران لأنه نرتاح شوي. نقيب قدي عدد الأفران عندنا اليوم بلبنان؟ عندنا 180 فرن. نعم خفوا عن ال كانوا 1200 فرن، بس صار كل فرن قد 10 يعني تعتبر. يعني اليوم وقت بنقول إنه فرن أوتوماتيكي يعني إنتاجه بيكون مثل وقت اللي كنا نشتغل على الإيد ولا؟ أكيد لا تختلف. لا تختلف كليا نحو نحو الأحسن. طبعا الأحسن والأنظف، يعني بالأول كانوا يعجنوا والعرق ينزل بقلب العجين. الله يطمنك ويمشي. بس هلا وين؟ هلا وين النظافة؟ واقع الأفران اختلف كليا، اختلف كليا. طب واقع الأفران بكل لبنان يعني نقدر نقول بكل المحافظات؟ يعني أنا فيني أقول إنه بكل لبنان واقع الأفران اختلف. هلا بيطلع له اثنين ثلاثة هذول مش من، بس واقع الأفران عامة اختلف كليا. حضرتك أنت نقيب المخابز والأفران ببيروت وجبل لبنان. نعم. الكل بيعرف يعني مساحة بيروت ومحافظة جبل لبنان. نعم. يعني كل الأفران حكما مفترض أن يكونوا منتسبين وملتزمين بقرارات النقابة والاتحاد. صحيح. كلهم؟ كلهم. ما بيقدر حدا يكون برات النقابة؟ هلا إذا بده يكون برات النقابة بيقدر. الواقع اليوم شو؟ اليوم لتدافع عنه أنت وحتى توجهه بده يكون بالنقابة، يعني ما في حدا ما بيكون بالنقابة. لتدافع عنه بشو بدك تدافع؟ بدي دافع له عن حقوقه. نعم. اللي هي اولا اللي هي اذا قالوا له انه مثل ما هذيك اليوم صار في سجال بالمازوت وهذا، مين بده يحكي؟ بده تحكي النقابه، بكون انا عم دافع عن حقوق. طب بهذه المرحله شو هي اولويات الدفاع عن حقوق اصحاب المخابز والافران؟ شو عندنا اولويات بدرجه اولى؟ هلا الاولويات هي بتعرف انت في ماليه، في وزاره اقتصاد، في قوانين، في ضمان. هذه كلها نحن بدنا نتابعها. كيف احوالكم مع الضمان؟ كثير منيح. نحن عندنا اتفاقيه، بتعرف انت حضرتك بتعرف اتفاقيه شهيره، اتفاقيه شهيره واتفاقيه كثير منيحه. يعني بيدفع الفران، في افران بتدفع 10 مليون بالشهر، في افران بتدفع 7 مليون. في اتفاقيه كثير مهمه، والضمان ضمن حقه فيها، يمكن امر بيطلع لنا معه مصاري نحن. نعم ضمن حقه، يعني هو بياخذ على الانتاج، بتعرف انت بياخذ على الانتاج مش على عدد العمال. نعم. يعني انت بتبشر انه هذا القطاع يعني رح يتجاوز هذه المرحله الصعبه اللي نحن فيها باذن الله؟ يعني نحن بنشوفها انه هذه غايمه ورح تمرق، وان شاء الله حيطلع كل شيء سليم. من خلال هالعينات الخبز اللي اخذوها. يعني انت متفائل؟ انا بهمني تطلع عينات الخبز مش عينات القمح، انا بدي عينات الخبز. لا اذا كان القمح مسرطن ما ببين. ما بفتكر. ما بتفتكر؟ ما بفتكر. طب اذا بدنا نروح لبعيد يعني وخذني على قد عقليتي بالسؤال. نعم. القمح مسرطن كيف بده يتسرطن لحتى يوصل لعنا؟ هذه انا هذه يعني لا انا ليش نحكي معلوماتي قليله فيها؟ ليش نحكي انه هذا القمح هو مسرطن يا نقيب؟ طيب اذا مسرطن كيف فات؟ ها اذا مسرطن كيف فات؟ طب واذا مسرطن مين فوتوا؟ مين فوتوا؟ كيف فات ومين فوتوا؟ يعني نحن انه نحن يعني بلبنان ما بعرف يعني مش عارفين كيف بدهم يموتونا يعني؟ لانه بسابقه بدنا نقول انه هذه اول مره يعني بيطالكم انتم هذا التشهير او هذه الانتقادات او نحن ما لنا عليها. نحن عم كمخابز وافران عم كمخابز وافران نحن بنتاثر بالزباين انه العالم بتحكي وبنصير نحن بالواجهه ونحن بعيدين ما عندنا اي مسؤوليه بهالموضوع هذا. بس طب اسوء شيء حكى عن القمح بمراحل سابقه شو كان؟ هلا بالمره قالوا انه اجت باخره مدوده. اوكي هذا قول الدود ما بموت.
شو بيعمل؟ لأنه منه وفيها، منه وفيها ما بموت، بس مسرطن يعني قصة كبيرة هذه. قديش بده وقت لحتى ننهي هذه القضية؟ يعني خلال الأسبوع هلا بس تطلع عينات الخبز كلها، أنا نعم. بهمني عينات الخبز، بس يقولوا الخبز سليم لازم يطوي الصفحة. هيك بتقول. ساعتها إيه؟ لازم يطوي الصفحة، بس يطلع الخبز سليم يطوي الصفحة. مثل ما تباوسوا الوزراء من شفتهم على التلفزيون من ثلاث أيام، كان لازم يتباوسوا قبل ما يعملوا الضجيج يعني. على كل حال من خلال كل المعطيات اللي نحن عم نقولها، شو عندكم أنتم مطالب بالختام بتحب تقولها لكل المعنيين؟ نحن نتمنى على أصحاب المعالي رغيف الخبز، من قلنا رغيف الخبز اللي هذا بعده هو الوحيد اللي بتقدر تاكله. نعم. الناس أوكي، بعدوه عن السجال، عمله معروف. أنا بدي أشكرك بالختام علي إبراهيم، نقيب المخابز والأفران في بيروت وجبل لبنان، ومن حملك سلام للحاج قاسم إبراهيم. شكراً. ونقول له اشتقنا لك واشتقنا لأطلالتك حاج قاسم. شكراً لك وأصدقائي، نحن رح نتابع معكم مشاكل وحلول، فاصل مع الإعلان ونعود إلى متابعة برنامجنا مع التعهد أنه موضوع القمح سيبقى قيد اهتمامنا. بريك ونرجع. بعدنا معكم وبعدنا متابعين مشاكل وحلول. يمكن الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم يعتبر مشاكل لطبقة من الأصدقاء يلي عم بيتابعونا، والبعض الآخر بينظر له على أساس الكماليات، وهو المقصود ارتفاع أسعار الورود في لبنان. طبعا هذا القطاع ما ممكن يتكل أو يعتمد فقط على الأعياد والمناسبات يلي من خلالها ممكن أنه يوظف استثمار ناجح على مدار أيام السنة، ولكن بننظر إلى هذه القضية على أمل أن تكون الحلول المتوخاة لها مرتجات من خلال واقع المتابعة من قبل المسؤولين والمعنيين. لا يجوز أبدا إعطاء هذا القطاع على أنه هو قطاع الفانتزي والكماليات، بل يعتبر من الكماليات الأساسية مثل ما نشوف في باقي البلدان. اللي راح نشوفه هلأ الجنون يلي طال ارتفاع أسعار الورود في لبنان، وعلى أمل أنه نتعرف عليها من خلال هالتحقيق اللي نشوفه سوا. أحلى زهرة يا فراشي، نقيلي زهرات البقل الشعرة على شعرة. هالأيام بيستغلوا الوضع، لأنه الوردة بتكون حقها 2000 ببيعوها ب10,000 بهالمناسبة، بس لأنه بهالوضع البلد كتير تعبان وما حدا عم يشتري. صراحة هلأ أنا اشتريت وردة لأمي ب5,000. أنا جبت وردة حقها 4,000 ليرة. ليش لبحط الوردة بده يحرمونا نجيبها يعني؟ ليش هالغلا هيدا يعني؟ يعني اجمالا ب 3,000 بتصور الورده. انا بسلبه 1,200. مين شو بده هو يعمل؟ يعمل هو اللبناني لازم يعرف وين يروح، لانه اذا هو بوقف يشتري الوردة ال 4,000 ما بيقعدوا يسعروها ب 4,000. هلا هو للاستغلال، في استغلال، بس انه يعني هيك البلد كله هيك عم يستغل يعني. شو ما وقفت على الورد يعني، بلكي شوي غالي، بس انه بينطر هالموسم الفلوريست لحتى يقدر يستفيد. كل شيء في عرض وطلب هلا، بس كل واحد هو وضميره مثل ما بيقولوا. الموضوع مش هون، الموضوع لعبه تجاريه. هذا الرقم هيك خيالي عم بيحكوه. اوكي، الورد كله اجنبي اول شيء، البلدي ما طلع. اذا جابوها الورده ب 1000 ولا ب 1200 ولا ب 1005 معهم، هاي تجاريا هيك حسب النوعيه، هذا المارج تبعها. بس مبدئيا نحن بنشتغل مثل الخضره. اوكي، يعني اذا الورد الالف اذا تضربها بضرب 3 ايه تتوفي معك، لان نصها بيروح للكب، نصها بيروح ما بينبيع، ونص الثاني بيروح تلف. انه هلا موسم والناس تستفيد بالموسم، شيء طبيعي يعني، شيء طبيعي انها تنصب. بس انه كل فلوريست بيعرض سعر عنده مثل ما بده يعني، بيستفيدوا هن بهيك وضع، انه فرصه بيستفيدوا. هو بيقول لك هيدا موسم، هو عنده عذر، لانه كل الشهر بيقعد عنده هالفرصه يستفيد فيها. كمان هو بزنس تاجر. هلا الأمة بتستاهل كنوز الدنيا كمان، لانه الأمة بتتامن، بس في استغلال. ايه طبعا، انا رايي هالبلد خلص، تأثير بتأثير، والله يساعد الفقير. واذا اماتنا بدنا نبيض وجهنا معهم بورده زي ما ندفع حقها بقى، انا برايي صار بدي قلبي القصه، كل شيء صار عاطي. نقي يا حلوه احلى من ضحكه اطفال.
وخلي الذنب يصرخ لا من قلبه موهان. ومتابعين مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان لكل المختاري في كل لبنان، لكل المختارين بنقدم لهم أكثر من وردة دليل تقدير ومحبة. للي راح نشوفه بهذا الروبورتاج حول يوم المختار في اليونسكو الذي رعاه دولة رئيس مجلس الوزراء تمام بيك سلام، وهي مناسبة لحتى أقول من خلال هذا البرنامج شكرا للمختار بشار غلام ولكل المعنيين يلي كانوا حريصين على تقدير برنامج مشاكل وحلول من خلال تقديم درع المختار لإلي شخصيا ومن خلال تلفزيون لبنان برنامج مشاكل وحلول. ولكن لأنه ما كنت بالبلد، كنت بسافر بالأردن، فتأجل تسليم هذا الدرع لمحطة تانية بأقرب وقت، وهي مناسبة لحتى نكرر شكرنا لكل المختارين وتحديدا لرئيس الروابط المختار بشار غلام. ريبورتاج بنتابعه سوا. اسمحوا لي وفي هذه المناسبة والتي يفترض أن تكون احتفالية ابتهاجية أن أخبركم بأن ما جهدنا من أجله طوال سنين لإنشائه ليكون سنداً للمختار وعائلته أضحى معضلة إنشائية وقانونية وعبئاً لا يحتمل، وعانيت بذلك المشاكل التي تعتري المؤسسة العامة للصندوق التعاوني للمختارين. فمنذ انتهاء ولاية مجلس الإدارة المعين من قبل مجلس الوزراء السابق ولغاية تاريخه لم يتمكن مجلس الإدارة من الاجتماع للبت بالمستحقات المالية العائدة لعشرات لا بل لمئات المختارين وأفراد عائلاتهم، ومنهم للأسف غادرنا إلى دنيا الحق، وذلك كله بسبب رأي قانون استشاري وحيد تمسكت به وزارة الداخلية بصفتها صاحبة الوصاية على المؤسسة. إننا ومن هنا ننطق الصوت عاليا ولمن له أذان صاغية فليسمع، الانتخابات على الأبواب والمختارون هم فئة أساسية ومشاركة في هذه العملية، فارحموهم وأزيلوا العراقيل من أمام مؤسستهم كي يرحموا بكم في صناديق الاقتراع. أول ناس اهتميتها بالأمور المالية خاصة والحقوق اللي مفروض تطلع للمختار، مع أنه المختار هو عمله مجاني، بس مش لأنه عمله بيكون مجاني معناتها ما بيطلع له حقوق من بعد ما يخلص عمله، إن كان بالضمان إن كان بالشيخوخة إن كان بالاستشفاء. هالأمور هيدي عشان هيك الله يرحم وقت عملنا مع الرئيس الحريري، والله يرحمه كمان الشهيد وليد عيدو، كثير اشتغل مشان طابع المختار وهالأمور اللي بتفوت وبتغذي الصندوق. وبتعرف من وقت اللي ما استشهد الرئيس الحريري حاسين شوي في تباطؤ بهالموضوع هيدا، وهلا نيك في تباطؤ أكثر وأكثر لأنه ما في رئيس جمهورية. أنا كنت بتمنى إنه هالصندوق يلي أنا وقت كنت وزيرة بوزارة دولة الرئيس حريري كان إنه يتفعل وينمشى فيه، لأن سمعنا أنه في بعض اليوم المخاطير يلي هن بعضهم ما تأملن كل التقديمات الاجتماعية، نتأمل أنه يتساعدوا لأن بدهم مساعدة. أهمية وجود المختار بنظامنا الجمهوري، هالمركز موجود ومحترم من زمان، وكل الناس عندها رغبة أنه يستمر هالمركز، ونحن من جملة هالناس اللي بنشجع وجود المختار ومنشكره وبننطر هالنهار كمان انه نعايده ليوم واحد بالسنة نحتفل نحن وبالمختير بعيدهم الكريم. انا بتمنى كل مختير لبنان يعيشوا للمية، بس يعيشوا بكرامتهم وبصحتهم. صندوق التعاون للمختارين هيدا عمشت تجذبات دخلت في السياسة وخربته، نأمل انه كل المخادير يقوموا بضغط على المؤسسة لحتى نعيد تنظيمها، وهلا بدها تروح الا بعد الانتخابات. يعني مختار عنده طابع المختار، هذا طموح له اللي بيحميه من بالاستشفاء، بيحميه بالطبيب العامي، بيحميه مع اهله، بيحميه بكينونته،
وان شاء الله يعني الخير الاحسن ان شاء الله. المطلوب انه عندنا نحن بمنطقتنا المختار مداوره، يعني نتمنى المختار اللي بده يجي يكون هاي كمان عنده نفس الرغبه بالشغل ويكون يحب الخدمه ويخدم الجميع. نحن كانوا وعدينا بالمختار انه لنا ضمان لو خلصنا مدتنا يضلوا ضامنين على طول، يعني هذا اول شيء اول طلب لنا، يعني نتمنى يكون موجود يعني الطلب المختار. بدنا ندعم خصوصا وقت المختار بيطلع على التقاعد يكون عنده ضمان. المختار اذا مات مرته بتتعطر، لا في لها ضمان ولا في لا، بدنا دعم، بدنا دعم كثير قوي كمان من كل شيء سياسيا وامنيا وكل شيء. هلا نحن بدنا نفصل تماما المؤسسه العامه للمختارين يعني صندوق تعاون المختارين عن اوضاع المخاتير بشكل عام، نحن غير مسؤولين عن وضع المختار بشكل عام، نحن مسؤولين عن صندوق تعاون المختارين. هذا الصندوق اللي هو تاسس بال2010 واللي نحن بال2013 اطلقناه يعني من سنتين، يعني وبالتالي هو مولود حديث الولادة وليس احد الدوائر الرسميه اللي سرها فتره طويله. نحن اليوم الهدف اللي عم نعمله انه نحن عم نحاول نبيع الطوابع ونصمد مصاري بهذا الصندوق بهدف اخر النهار هو تلبيه حاجه المخاتير بكل لبنان بتقديم الخدمات لهم. ولكن ما بدنا نعلق مشكل، وانا هذا اليوم حكيته بكلمتي، ما بدنا نكون مستعجلين نقدم اليوم خدمه يكون بكره الصبح ما بقدر اقدم خدمه ثانيه. مش اصول، الدراسه بتقول انه بعد بدنا وقت ليكون في مصاري اكثر بالصندوق، بدنا دعم الدوله بعد اكثر لنقدر نقدم خدمات. واليوم الخدمه اللي بدها تتقدم بده يكون في موظفين بهذه الاداره اللي تكون عم تقدم الخدمات. واليوم بعد لهلا الملاك بعد ما انقر بمجلس الوزراء ليصير في موظفين، يعني اليوم نحن بفهم وجع المخاتير وهن حقهم بهذا الموضوع، بس بنفس الوقت في موضوع اداري روتيني بعد ما خلص منتهى لنقدر نعمل هذا الموضوع. يعني مع شكرنا التام والكامل رابطة المخاطير بشكل عام للمشروع الأساسي اللي عم تعمله لخدمة المختار، بس ما في شؤون تانية للمختار، عم يبيع أرض وعم يبيع بيوت ليقدر يعيش ويكمل عيشته مع بيته وأهله. وأي مختار يعني عنده شوية حس وطني وكرامة يمكن راح يزت الختم، مش يستقيل، مش بس يستقيل لأنه عم يتبهدل. وبنهاية المطاف بمنطقته مثلا مشاكله مين عم يحلها؟ مين عم يسأل عنه؟ ما حدا. يعني عم تحاول تصرخ تعيط يابا هون في غلط هون في كذا، لا حياة لمن تنادي. أنا أشكر الرابطة على التكريم اللي عملتناه، بس نحن كان صار في عنا كيرسي مفروض كان يضو عليها بهون، ما حدا ضو عليها، والسياسيين عنا ما حدا جاب سيرتها، وهلأ الانتخابات على البواب، في أخطاء حصلت أثناء إعادة تكوين سجلات نفوس بعلبك فيها، إذا بقوا مستمرين بالانتخابات ومستمرين بانه ما بحق الشخص يصوت اذا كان في عنده اخطاء ان كان بهويته او بعمره، معناته في عنا 20% على الاقل من اللي واردي اسمائهم على لوائح شاطب ما حيفيهم يصوتوا، وانا واحد الناس منهم مختار عندي اخطاء ومش قادر، اذا بقوا مثل ما هن عم بيقرروا انا مش قادر لا اكون مرشح ولا لا صوت. بمناسبه هالعيد بنوجه تحيه لكل زملائنا المخاطير وصعيد لبنان، ونحن المطلوب من هلا موجود، المطلوب منا يكون ضمان للمختار اللي وعدنا فيه من قبل دولة الرئيس نبيه بري أكثر من سنة ونص، وبرمضان بأفطار رمضان اللي وعدنا فيه إنه يكون مرسوم. أنا بعرف النواب عم يجتمعوا هلا وعم يشرعوا الضرورة، وهذا ضمان المختار من أهم الضرورة. المختار عنا قدامك مختار حاطط كفيه إله 50 سنة مختار، وامبارح توفى عنا مختار عميد مخاطير عكار عمره 110 سنين وإله 50 سنة مختار، وشوين أولاده بيروحوا وين مرته بتروح، بقضى حياته كلها بخدمة هالمجتمع، ومعروف بعكار المختار شو بيكون، شيخ الصلح فعلا وقولا، بيكون موجود مع الناس بيخدم من جيبته، الطوابع بيحطها من جيبته. ما في الدولة ما عم تنظر للمختار بالنظر اللي عم ينظروها لغير أمور. رئيس البلدية عنده صندوق بيقدر يدفع من جيبته، ما بيدفع من جيبته ولا فرق، بيدفع من صندوق البلدي، إنما المختار عم يشتغل اليوم بضيعته أكثر من رئيس البلدية، بس الدولة غايبة النظر عنه. نتمنى اليوم بهالمناسبة أنه يسمعونا هالمعنيين والأمنيين ورجال الدولة بكل أطيافة أنه المختار لازم ياخد حقه، وشكرا لكم. وبننتقل لأصدقائي لموضوع يعتبر حياتي ومهم بامتياز، بالكلام عن مكتومين القيد. قد ما حكينا بنقول واجبنا أن نكون إلى جانب هذه الشريحة من المجتمع، لا يكفي بمقابلة ببرنامج بتحقيق موثق مصور نقول نحن ساعدنا، ولكن مفترض علينا أن نكون معهم ميدانيا ونقول لكل المعنيين وكل السادة المسؤولين مفترض تشريعات جديدة، مفترض فصل هذا الموضوع أو كل هذه الملفات والقضايا عن التجاذبات السياسية، واللي
بأسوأ حالاتها بتقول قد يؤدي إلى التجنيس والتوطين بالتالي. طبعا من خلال مشاكل وحلول ومن خلال كل التعاون مع كل المؤسسات المحلية العربية وبالتالي الدولية، بنقول لمؤسسة الرؤية العربية شكرا لأنك أنت عم بتكوني بكل الأوقات ودائما إلى جانب هذه الشريحة من المعنيين، عم بتكوني حد القضاة المسؤولين لحتى تقدر تنوريهم بكثير من المعطيات ومن الوثائق المكتوبة لحتى تكون بخدمة كل طالبي القيود الشرعية في لبنان. طبعا من خلال كل المعطيات بنقول مفترض عبر تلفزيون لبنان أن نكون دائما متابعين، أن نكون دائما مواكبين، لأنه هذه القضية بتطال الكل بالصميم، لأنه مكتوم القيد بمراحل كثيرة، لا بحق له يدخل مستشفى، لا بحق له يتطبب، لا بحق له يتعلم، محروم على الأقل من حقوق الإنسانية، وهذا هو المطلوب، التغيير والتغيير والتغيير في حمى وظل القوانين اللبنانية التي ننظر إلى تشريعات جديدة لحتى تحمي مستقبلا الإنسان والمواطن في لبنان. اللي راح نشوفه هلأ بالختام هو من إنتاج مؤسسة الرؤية العالمية، يعني عيني عن تحقيق بيعطينا فكرة عن ثلاث حالات عانوا كتم القيد، وعلى الأمل من خلال صرختنا ببرنامج مشاكل وحلول ويلي أعد أن تكون مع نحن فريقنا العامل كلنا سوا إيد بإيد نقدر نضوي على فصول هذه القضية. ومع هالروبورتاج نوصل لختام حلقتنا لليوم، تنشكركم ونشكر متابعتكم ونشكر المخرج سلام المعلم خليفي والفريق العامل تحت إشرافه. بشوفكم بكرة بحلقة جديدة، إلى اللقاء، باي باي. اسمي جربل إشخانيان واسمي بذات الوقت كمان سركيس إشخانيان. عمري 23 سنة وأنا شاب لبناني وأمي لبنانية، مجنون من القلاعة، بي لبناني من الأشرفية من كرم الزيتون، إخواتي لبنانية معهم هويات أنا ما معي، أمي اختلفت هي وبي كلمة أسامي. هلا عند الأرمن بي أرمن، إنه أصله عند الأرمن اسم سركيس، عندهم قديس سلام على اسمه، واسم جربل عند اللبنانية كوني غالمارونية كتير كمان قديس وأنا بحبه كتير يعني شافي يعني، واختلفوا مع بعضهم وصار طلاق ولحديد هلأ انكيف في أمي كان إنه ما بدي أعمل لي أوراق. جينا حكينا معه نشدنا، يا بيي ما بيصير يا حبيبي، أنا ماني بيك ما بعرفك، حكي مع أمك. وأمي توفي طلق، صلى هلأ أمي حوالي السنتين وأنا ما عم بقدر أعمل شي بقى، يعني اللي كان بيثبت إنه أنا ابنه مات. هلو يا إنسان يا إنسان، الما معك هوين وصابك بهالدني غير العذاب. كرتونة صغيرة أو بلاستيك صغيرة، أي اسم هوية، هالهوية كتير ناس معي إياها ما بتعرف شو قيمتها. إذا بدك توظفي وظيفة بلا هالهوية ما بيزبط، ما بيمشي الحال. إذا بدك تشتري سيارة ما فيكي بلا هويتك، ما فيكي وما في شي بيثبت عنك. إذا بدك تستأجر سيارة ما فيكي. إذا بدك تتجوزي ما فيكي. يعني هاي حياتك كلها بتوقف على هوية. توقفت بكمل قصة هويتي، تشابه أسماء ومدري شو. طب يا أخي أنا ما عندي اسم تشابه فيه. أنا كنت حب بنت حبيتها حوالي 3 سنين، فكنت متردد انه الا ما معي هويه ولا ما الا. انا قلت الا اذا بتحبني اكيد حتضل معي، مش حتوقف القصه على الهويه. بس المشكله وين؟ البنت اقتنعت، الاهل بدك تقنعيهم. فرحت عند بيي حكيت، الزلمه كان رده واحد انه انت انسان ما معك هويه، ما عندي مشكله، بس في شغله صغيره، بس يصير معك هويه تعال اطلب بنتي. حسيت انه سكاكين عم تتقطع جواتي، يعني بدل دمعتي حنزل دم. كنت بدي روح لمحل مع اصحابي يكون شوي بعيد، بخاف، بس انا بخاف انه اتبهدل قدام اصحابي انه كلهم يفلتون. لا انت بدك تبقى هون لانه ما معك هويه. ليه؟ انا مش حرام هيدا الشيء، عمري 23 سنه. لك يا ربي هيدا الشيء مش كفر وتعذيب، كفر وتعذيب يا ربي، بدي هويتي كرمال اشتغل انا يا يابا. كسرت اجري، طلعت الصابونه لبرا والعظم، منظر كان بيخوف، اجري كان عم تطلع.
بدي اروح على المستشفى. اخذوني على المستشفى، ما كانوا يفوتوني، ما كانوا يستقبلوني بالمره. ولو ما واسطه كثير قويه كان صاير انا شي ساعتين قدام المستشفى، ما عم يفوتوني، مش كمان مصاري، ما عم يفوتوني، ما معي اوراق، ما بحق لي ب ب ب ضمان على حالي، اسيرونس على حالي. طب انا انسان ما عندي شيء، طب ليه؟ وهالمرحلة بتوصل لإنسان للياس ويعمل اشياء مش بايده. كان في عندي كثير احباط، وصلت لمرحله انه انتحر. ما بدي شيء من هالدنيا، بدي بس هالهويه كرمال اقدر اعمل شيء، اختي فوت على الجيش، اخدم بلدي. انه يكون معي شيء يثبت عن حالي انه انا لبناني. ويمكن تزبط بايدهم قصة الهوية واقعد انا مبسوط، فوت اخدم اخدم بلدي ووطنيتي بهالهوية، اخدم عسكريتي بلبنان وارفع راسي بالبلدان وقول انا لبناني ومعي هوية لبنانية. يا ياما اسمي جوزفين، عمري 27. فالمشكلة اللي كانت صايرة عندنا بالبيت انه البابا ما قدر يسجلنا من سبب مشاكله هو. شهادة مدرسة ما اخذتها، بس اكبر علامة اخذتها انا بكل المدرسة. مش حرام اقدمها للدولة؟ وهتروحي تقدمي شغل انت ما معك هويتك، شو بتحسي؟ مانا شغلة مزعجة؟ بقولوا لك وينية؟ مالنا شغلة مزعجة؟ ما بتقعدي بتفكري مليون مرة شو بدك تقولي لهم لحتى يقبلوك بالشغل؟ أنا ما بقول لا، بقول لهم بلا، شغلة كتير مزعجة. إنه وقفت، وقفوني ثلاث مرات على الطريق الدركية، ف وأخذونا على المخفر ووقفوني هنيك. وقلت لهم، أنا كنت عم أقول لهم إنه أنا بنت من أولاد القفال، بليز إنه ما معي هلا هويتي. يعني حتى الدركيه عم نقول انه هيدا نحن ما بتفيدنا، مع انه هيدا الورقه هي عم تعرف عنا نحن. بخليهم يسمعوا، بخليهم يسمعوا انه نحن شو عم نعاني. مثل ما هن معنا هوياتهم، نحن كمان بحقنا يكون معنا هوياتنا. هن اذا بهون عليهم اولادهم ما يكون عندهم هويات، ساعتها نحن بهون علينا. بس ما بفتكر هن بهون عليهم، ما بعتقد، لانه هن كاباء يكون على اولادهم ما عندهم هويات، هن ما رح يقبلوها. هو هن ما رح يقبلوها. ليه بدهم يقبلوها على عالم ثاني؟ ليه ما عم يقبلوا مع عالم ثاني يكون عنده هويات؟ ليه؟ شو ظلمنا نحن؟ طب ما اذا البي والام كان عندهم خلاف، شو ظلمنا نحن؟ نحن كاولاد لبنانيه ليه ما عم تطلع هويتنا؟ نحن اولاد لبنانيه. هلا اكيد انا عم بتضايق من جواتي انه اولادي عم يكبروا سنه ورا سنه، انه مستقبلهم كبير بالشهادات مثلا شغل ما رح يقدروا يشتغلوا هون، انه من سبع المستحيلات انه يشتغلوا هون او ياخذوا شهادات ويقدروا يتوظفوا مثل مثلا كاي لبناني. بعدين في حاله انه اذا مثلا لربما بنتي او ابني مريض ما بقدر فوتهم المستشفيات، انه بينعدوا بالقانون عنا هون كانه مش مسجله انا بالدوله، انه بينعدوا اولاد مجهولين. يلا باي.